قلت بأن يمكن أن نعتبر أن الحركة تتم داخل هذا المائع، والاختيار ديالنا غادي يكون سائل ذو كتلة حجمية المعطيات باش يمكننا ندرسو، السائل ذو كتلة حجمية رؤوسة، كذلك الجسم الصلب اللي هي كرية غادي تكون عنده كتلة حجمية رو، و حجمه هو الفي. تفقد اذا جرد القوة المطبقة في فقرة سابقة قلنا بأن أي مائع يطبق نوعين من القوة، أولا دافعة أرخميدس هي FA، وقوة الاحتكاك المائع اللي هي بوزيتيف. فاعطينا العلاقة ديال FA كشدة، شنو هي الشدة ديال في الأصل قبل ما نعطيو التعبير الرياضي تمثل ماذا؟ دافعة أرخميدس. نعم ببساطة جدا تساوي وزن الكتلة المزاحة للسائل، ودرنا بنفس الحصة السابقة خدينا نعم كنا ناخذ الإناء فهذا الإناء هذا اللي هو الكأس نديرو مملوء بالماء، عندما أدخل هذا الجسم سينزح سائل، سينزح سائل، وهذا السائل هذا الكتلة ديالو في الجي كتعطينا الشدة ديال هذه القوة هذه. إذا هي أم فتحة في الجي، واللي درنا هي الأف أ هي رو فاش رو ديال السائل رو صفر في في الجي، وأن الوزن هو أم في الجي بمعنى أن إل تساوي رو في 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 الجي. بقتنا القوة ديال الاحتكاك المائع الاف من الاعتبارات ديالها هو ان يصعب ان نحدد الصيغة ديال هذه القوة هذه، لان شفنا في فقرات سابقة بان هذه القوة اف الشدة ديالها هي كاف في اس ام، اما ان تكون كاف في ان ان كتساوي واحد وهذا مرتبط بالسرعة اللي كياخذها الجسم، او كاف في اس اثنان وهذه كذلك عندما تكون السرعة أكبر، وبالتالي هذه تعد بالمتر على الثانية، بينما أن كتساوي واحد تعد مثلا بالسنتيمترات على الثانية لتحديد هذه السرعة. إذا شنو هو الإشكال ديال هذه الفقرة هذه؟ الإشكال ديالها هو أننا لا نعرف طبيعة هذه القوة هذه، ونريد أن نقوم بنمذجتها، بمعنى أن هذا الجسم اللي كيكون في حركة فهو يخضع من ضمن القوى التي يخضع لها هذه قوة الاحتكاك المائع، وبغينا نعرف واش هاد اف هي كاف في كاف في اس اثنان وهكذا. صافي انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من دراسة الحركة نوصلوا لدالة السرعة بطريقة تجريبية، بعد ذلك نحاول أن نأخذ نموذج للكاف في ونقوم بخط هذا المنحنى، وكذلك كاف في اس اثنان، ونقوم بخط هذا المنحنى ونشوف واش اي النماذج توافق الدراسه التجريبيه. هذا غادي نشوفوه لاحقا. اذا هذه هي القوه المطبقه، نستعمل قانون نيوتن الثاني وسيجما ديال اف اكستيريور تساوي ان ا جي. استاذ في التمرين كيتمش من ان نعم كيتمش من ان في التمرين، يعني باش نعرف نشوف التمرين كيفاش من ان الكتله. في الاول كيقول لك مثلا نعتبر كريه ذات كتله ام كتساوي 50 غرام وكذا كتلتها الحجميه كذا الى غير ذلك. لا باش يخرج لك اف صغيره يعني في
إيه غادي يبقى غادي ننمدج نعتبر أن F صيغته هكذا صافي وما غادي يعطيوها لنا إما غادي يقول لنا F هي كاف V أو كاف V أس اثنان وأنت غادي تخدم بها بمعرفة عندما إحنا بالنسبة لنا غادي ناخذ الحالة العامة ومن بعد سنفترض أن هذه القوة هذه هي كاف V ونديرو الدراسة ديالنا ونوصلوا حتى النهاية وغادي نديرو خط دالة السرعة ومن بعد غادي نشوفوا دراسة حقيقية ديال الحركة يمكننا نتبعوا السرعة ديال ذاك الكرة خلال الحركة ديالها ويمكننا نرسموا بمجدول كاين برانيم أو برنامج اللي كيقوم بهذا العمل بتسجيل الحركة كيمكننا أننا نحدوا بطريقة تجريبية ذاك الدالة الدالة ديالنا النظرية الدراسة النظرية والدراسة التجريبية وكنشوفوا مش منطبقين إلا كانوا منطبقين راه داك الاعتبار اللي خديت في الاول راه هو هذاك ما كانوش منطبقين كنقول هذا الاعتبار ماشي هو هذا متفقين حنا غادي نشوفوه فيما بعد اذا غادي نطبق العلاقه ديالي لاحظوا ان كل هذه المتجهات هي مستقيمه مع محور هذا المعلم الرئيسي اللي هو او ناخذ او زد الذي نعتبره غاليليا وهو المعلم الارضي ما دامت مدة الدراسة هي صغيرة جدا نسبيا وبالتالي يمكننا نعتبره معلما غاليا وبالتالي غادي نكتب هي اف زائد بيت زائد بيت اف كتساوي ان ا جي هذا الاسقاط على يمكن يكتبها في هذا المعلم هذا شنو غادي نكتب هاد اف عندي الشده هي رو صفر في الجي محموله من طرف كيفاز ناقص ك في المنحه مستقيمه في المنحه الموجب اذا زائد ان فرو هنا درت صفر هنا رو في الفي في الجي محموله من طرف ك نشوفوا بوتيت اف قوة الاشتكاك في المنحة المعاكس ناقص ك في V أس N تاهي ك لاحظوا أن هذه المتجهات كاملة مستقيمة ومحمولة من طرف ك كذلك RG وخا ما كنعرفهاش يمكن لي نقول بأن تاهي راه كتساوي رو ديال الجسم في V في واحد A زد ومحمولة من طرف ك هي في رو في 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 جي هنا رو زيرو في 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 جي وهنا ناقص ك في في أس إن في ك متفقين يكفي أن أقوم بالجداء ديال ك أو يمكن لي نعمل وغادي نستنتج ماذا من هذه العلاقة هذه غادي تكون عندي في الجهة الأخرى غادي مثلا غادي نرد هذه لهذ الجهة هذه وغادي نقسم كل شيء على رو في في وغادي نكتب ا زد هي دي دو في زد على دي دي وغادي تصبح عندي دي دو في زد على دي دي في الجهه الاخرى زائد ك مقسوم على رو في 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 ان تساوي في الجهه الاخرى غادي نعمل بجي او في جي او في غادي تكون عندي رو ناقص رو صفر يمكننا نكتبوها هذه كيف يمكن لي نكتبها بعلاقه عامه دي دو في زد سور دي دي زائد في ان على طو لاحظوا هنا زمن وهنا زمن وبالتالي يمكن لي نكتب هذه ثابته وغادي تكون الوحده سرعه على زمن سرعه وهنا كذلك خص يكون طو كتساوي لنا واحد ا هذه ثابته هذه نعم قسمنا حتى الجهه الاخرى غادي نزول هنايا رو في في رو غادي نزولو في
وعلى روب هي واحد ناقص روسف على روب. عيد غادي نقسموا هذه الجهه هذه على روب غتختزل، غتبقى لنا على رو في في غتختزل في، وغتبقى لنا ناقص رو على رو صفر، وهنا رو على رو هي واحد. اذا هذه هي العلاقه. اذا يمكننا انطلاقا من هذه المعادله، هذه هي المعادله التفاضليه العامه التي تحققها هنا في زد تقل. اذا خذوا بعد ذلك نأخذ حالة خاصة عندما تكون N أنتم كتكتبوا تحققوا من المراحل اللي قمت بها. لاحظوا أن هذه معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى لكنها غير خطية. معادلة من الدرجة الأولى، لماذا من الدرجة الأولى؟ الشقة الأول غير خطية. لماذا غير خطية؟ لأن العلاقة ما بين الدالة لا يعني أس إن، تفقد، وبالتالي فغير خطية لأن عندي فعل لدينا في أس إن. إذا كانت إن كتساوي واحد يمكننا نقول خطية، وغادي نرجعوا للمعادلة التفاضلية اللي درسناها في الكهرباء. هذه المعادلة التفاضلية التي يحققها مركز قصور تلك الكرية خلال حركته في ذلك المائع. لاحظوا أن عندي هنا الاشتقاق ديال V، متفقين؟ إذا كانت V ثابتة غادي هنا غادي يكون عندنا صفر، وغادي نتكلموا على VZ السرعة الحدية. نتكلموا على كيف تتم الحركة بطريقة كيفية. ننطلق مثلا نفترض عند النقطة O فالجسم ينطلق بدون سرعة بدئية، صافي. نعتبر أن V صفر كتساوي صفر، إذا يرسل بدون سرعة بدئية. ماذا يحدث؟ عندي التأثيرات هي هذه. لاحظوا أن P فإف في شنو هي؟ F قوة احتكاك بوتيت F عندها علاقة بالسرعة. إذا في اللحظة التسافر داك بوتيت F المنظم ديالها يساوي صفر، وغادي يكون عندي فقط P و F في اللحظة التسافر. ماذا يحدث؟ الشدة ديال F P، الشدة ديال P ديال F A ثابتتين خلال الحركة. لماذا؟ لأن لا يتغير لا الكتلة الحجمية ديال السائل ولا الحجم. ماذا سيتغير؟ إذا في هذه الحالة غادي يكون بي كبير انطلاقا من أن رو أكبر من رو صفر، وبالتالي فالحركة ستكون حركة سرعتها تتزايد. خلال تزايد السرعة ماذا يحدث؟ الشدة ديال F تزداد. لماذا؟ لأن السرعة تزداد، وبالتالي فاللي غادي يغير لنا الحركة هنايا هي بوتيت اف. انطلاقا من لحظة ما
ستصل هذه القوة F إلى قيمة اللي غادي يكون المجموع ديال F A ديال بتيت F غادي يكونوا يساوي يعني الشدة ديال بتي ديال F غادي يكون مجموع القوة يساوي صفر. بمعنى أن هذه السرعة هذه إلى كالاشتقاق D دو في سوب D تك يساوي صفر، يعني أن السرعة ستصل إلى قيمة ثابتة، وهذه القيمة الثابتة سنسميها بالسرعة الحدية. إذن عندما تعود في زد إلى في زد ال تكون الدي دو في زد على الدي تي تساوي صفر، تنعدم تصبح ينعدم التسارع وتصبح السرعة ثابتة. بمعنى شنو غادي يصبح عندنا في هذه العلاقة؟ هذه العلاقة واحد، هذه العلاقة واحد غتعطينا هي في زد ال اس ان كتساوي ا ضرب فتو، هذه الصفر غتبقى هذه غادي ما تبقاش في زد اي كان ففي زد ال، ومن هنا غادي نخرج العلاقة اللي غادي تعطيني في زد ال السرعة الحدية كتساوي جذر ان ديال ا جذر مربع ديال ال فتو. هذه هي الكتابة ديال السرعة الحدية. لمركز قصور تلك الكريه. تفقين؟ إذن تبدأ الحركة بسرعة تتزايد خلال مرحلة ما، ثم بعد ذلك تؤول السرعة إلى قيمة ثابتة. ويمكننا أن نتكلم على نظام الحركة كي نظام بدئي، وهذا هذا رجعنا نفس ما كنا نقول نظام انتقالي، نظام بدئي السرعة تتزايد خلال الزمن، نظام دائم تصبح السرعة ثابتة، وهنا يمكننا ندير هذا الرسم هذا. نظام دائم وفي هذا الجانب هذا نظام انتقالي أو نظام بدئي. فبالنسبة الآن كتساوي واحد في الحالة هذه، قد يكون عندنا المماس، قد يكون عندنا هنا طو، هنا قد يكون خمسة طو، وهذه هي فيزد ليميت. تفقين؟ نفس ما درسناه بالنسبة للكهرباء.
عم نمر الآن إلى المقادير المميزة للحركة. إذن 3-4 المقادير المميزة للحركة. إذن نرجعوا للحظة التسافر هنايا، كتكون الفيسف قلت منعدمة، وبالتالي فقد يكون مجموع، إذا كانت منعدمة كيعني أن الكرة هي في سكون، وإذا كانت في سكون كيعني أن مجموع متجهات القوة المطبقة يساوي مجموعا منعدما، وبالتالي فقد تكون عندي FA زائد B كيساوي صفر. إذن خلال الحركة سوف تزداد سرعة المتحرك، فتبدأ الكرة في السقوط، وقلنا هناك نظام مرحلة، المرحلة الأولى هي انتقالي ثم بدئي، انتقالي أو بدئي ثم بعد ذلك فالنظام الدائم. إذن غادي نرجعوا للمعادلة التفاضلية ديالنا، وغادي نكتبوا دي دو في زد على دي تي زائد في ان على طو كتساوي أ. وبالأحرى نرجعوا للتعبير السابق اللي كان عندنا، هو دي دو في زد على دي تي زائد ك، وكانت عندنا هنايا ك مقسومة على ماذا؟ عطيوني التعبير على روف في، على روف في في ان كتساوي واحد ناقص رو صفر على رو في جي، في واحد ناقص رو زيرو على في في جي. هذه المعادلة ديالنا. الآن بغي نتعرفوا على هاد التوابيت اللي عندنا في هاد المعادلة. إلا خدينا عند اللحظة التسافر كتساوي صفر، غادي تكون هاد في صفر ان كتساوي صفر، وغادي يكون كذلك هاد دي دو في زد على دي تي في اللحظة تي كتساوي صفر. شنو هو؟ تسارع. لا تسارع ما عندناش، ما عندناش شي معطى. تسارع هو ا صفر تقي. وغادي نسنجو من هنا هذا التسارع دائما خصني ندير عند اللحظة التسافر، غادي نسنتج ماذا؟ بأن هذا أ صفر اللي هي هذه تساوي هذه صفر، هي واحد ناقص رو صفر على رو في جي، وغادي نسميه بالتسارع البدئي. التسارع بمعنى أن الحركة تنطلق عند اللحظة التسافر بتسارع منطقي. لماذا؟ لأن عند اللحظة التسافر هناك قوة مطبقة، ومنطقيا أن يكون هناك تسارع بدئي. إذن هذه في هذه المقادير المميزة للحركة نديروا التسارع البدئي أ زيرو. كيف نحدد هذا أ صفر مبدئيا؟ أنه لا انطلاقا من منحنى، إلى عطونا واحد المنحنى أ صفر يمثل ماذا؟ المعامل موجه، الموجه
للمماس للدالة في دو جي تساوي اف دو تي عند اللحظة تي كتساوي صفر. إلى هذا الفترة غادي نسمع هنايا هذا المماس هذا في أن نحدد المعامل نقطتان من هذه المنحنى ثم نحدد أ صفر. دائما بعد أ صفر هنايا طول الزمن المميز للحركة إذن نرجع من حيث كيف وضعنا شنو هو الطو من المعادله اللي عندنا كان عندنا دي دو في زد على دي دي زائد ك على رو في 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 ان كتساوي ماذا هي واحد ناقص رو صفر على رو في جي تفقد وضعنا بان طو كتساوي ماذا هي ك على رو في ماشي واحد ماشي المقلوب نعم لان يعني عندنا طو كتساوي رو في في على ك وعطينا العلاقه قبل لحظات هذه مازال عندنا هنايا بان يمكن لنا نستنتج بان فال هذه العلاقه الاولى العلاقه الثانيه شنو فال اس ان تساوي الى عطيت هذه صفر تساوي ماذا هاد رو في في على ك فو جي نعم هي دابا غادي نخليها بالعلاقات ديالها واحد ناقص تفقد هي رو في في على ك واحد ناقص رو صفر على رو في جي ومن هنا غادي نخرج يمكن لي نكتب هذه العلاقه بصيغه اخرى حسب هذه السرعه المميزه للحركه تعطينا هذا في ان على طو تساوي ا صفر ومن هنا نخرج بان طو تفقد طو كتساوي هي في ان اس ان على ا صفر يمكن لنا نكتب عدة علاقات فعل على طو يمكن لنا نعبر عليها بعدة علاقات إذن هذا هو الزمن المميز للحركة ماذا نعني بالزمن المميز للحركة؟ بمعنى كيف لاحظنا قبل لحظات من هذه الدراسة هذه بأن بمعرفة طو يمكن لنا نعرف أن كم يدوم النظام الانتقالي وفوقاش غادي ندخل النظام الدائم تفقين؟ إذن فهذا المقدار هذا يميز كيف قلت الحركة لذلك أدخل ضمن المقادير المميزة للحركة نأخذ ونواصل بعد خمس دقائق
العدد الروماني حل المعادلة التفاضلية. حل المعادلة التفاضلية بطريقة أو بتطبيق طريقة أولر. حل المعادلة التفاضلية بتطبيق طريقة أولر. أولا سيكون أمامنا معادلة تفاضلية بسيطة، ونرجعوا للمعادلة التفاضلية البسيطة اللي عندنا هي دي دو في زد على دي في زائد، وغادي ناخذ الحالة البسيطة ان تساوي واحد في دو زد على طو كتساوي صفر مع ان كتساوي واحد. صافي هذه الحاله البسيطه. هذه الحاله البسيطه لا تحتاج الى تطبيق معادله تطبيق طريقه اولر للحل. لماذا؟ لان هذه المعادله مالوفه، سبق لنا تعاملنا معها في الكهرباء. صافي والى رجعنا للحاله البسيطه جدا، ناخذ حاله ار سي، حاله ثنائي القطب شحن مكثف. شنو هي المعادلة اللي كانت عندنا؟ دي دو اس سي سور دي تي زائد طو شحال هي؟ ار سي. هي ار سي كتساوي ماذا؟ او على ار سي. او على ار سي بمعنى او نرجعوا الى بيتو U C مثلنا U C زائد U R كتساوي U. عندنا U C زائد R I وهي R C D D U C على D D كتساوي U. وإلى قسمنا غادي تعطينا D D U C على D D زائد U C على R C كتساوي U على S. تفقد هذا غادي نكتبوه هنايا. لماذا؟ غير باش نشوفوا الحل ديالي كيفاش غادي تكون. اذا حاله ار سي دي دو سي على دي تي زائد بي سي على ار سي كتساوي او على اس. شنو كان الحل ديال هادي؟ هي ماذا؟ هي او سي دو تي اللي كتعقلوا هي او واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي على ار سي. ماذا تمثل هاد او بالنسبه لاو سي؟ او سي ماكس. هاك اذا هاد او مع هاد او هي او سي ماكس، وهاد الطو هي اس. انا نطبقوا نفس الطريقه على المعادله اللي عندي هنايا. شنو غادي يكون عندي الحل؟ هاد المعادله هذه اللي هي واحد شنو غادي تعطيني بالمقارنة؟ شنو هو المقدار اللي عندي المتغير هنايا؟ او سي الحل غادي يكون او سي. شنو هو المقدار المتغير؟ في زد. اه في دو زد دو تي تساوي ماذا؟ شنو هنا عندي القيمة القصوية؟ غادي تكون عندي القيمة القصوية ديالها ديال في زد. شنو سميناها؟ هي في زد ال ليميت واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي على طو ديالنا اللي غادي نخليوها طو هكذا لانها هي يمكننا نعبروا عليها بتعبير اخر سواء بالمعطيات ديال التمرين. اذا ملي كيكون عندنا حاله بسيطه جدا فالحل ديال المعادله التفاضليه معروف وسهل. فين عندنا المشكل؟ هذه الفقره هذه لا تخص هذه الحاله هذه، وان كان يمكن نعطيوها لنا في التمرين.
إذن هذه عندها الطرق ديالها. نعتمد على طريقة أولر بالنسبة للمعادلات التي لا يمكن أن نقوم بحلها وفق العلاقات أو وفق المعادلات المتداولة. إذن مثلاً إذا كان عندي فيكوس إثنان فما غادي يمكن ليش نقوم بالحل بهالطريقة هذه التحليلية. ما عندناش واحد الحل اللي يعطينا هذا الحل. إذن طريقة أولر شوية هي طريقة خاصة بالنسبة للمعادلة التفاضلية التي يصعب حلها بطريقة مباشرة وباعتماد المعادلة التفاضلية المعروفة والتي حلولها تكون محددة مسبقا. متفقين؟ إذن نبدأ بأربعة واحد. مبدأ أربعة واحد مبدأ طريقة أولر. مبدأ طريقة أولر. خديت هاد إلى السطر. هي طريقة تمكن من حل تقريبي للمعادلة التفاضلية للحركة وذلك بتعويض الدالة في دوتي بدالة تقاربها محليا بمعنى باش نفهموا طريقة أولر غادي نحاولوا نديروا العمل العكسي. غادي يكون عندنا لنفترض عندنا هنا دي وهنا في زد وأن هذه الدالة على هذا الشكل هذا وغادي نقولوا كيفاش غادي نوصلوا لنفترض ان طبقنا طريقه اولر وفي النهايه رسمنا هذه الداله بدلاله الزمان وكانت هكا وغادي نرجعوا كيفاش قمنا بتحديد هذا العمل. نعلم ان الداله في دو تي ما نعلمه ان في دو تي هي الى بغيت نحدد هذه الداله هذه فهي داله انطلاقا من د او ام على دي تي باش نحددها. إلا خديت هي الدي دو إكس على الدي تي من عند لحظة ما هذه تي واحد تي يساوي تي واحد ماذا تمثل؟ تمثل المعامل الموجه. أولر قالنا بما أننا هذا الدالة في دو تي هي عبارة عن الدي دو ناخذ العلاقة اللي بيناتهم هذا ناخذ اي هي دي دو في على دي تي ندخل على دي تي دي اي. قالوا ان هذه الداله هذه بدل ما تتعامل مع دوال زمني غادي نردهم الى دوال محليا بتعبير محلي. الطريقه الاولى اللي دار هو اولا غادي يقسم هذا الزمن الى مجالات متساويه دلتا دو تي غادي يقسم وسمى هذا التقسيم هذا هو الخطوه.
بمعنى ان هاد اي اللي هي دي دو في على دي تي، قال انني يمكن نقبل انها هي دلتا دو في على دلتا دو تي. ومن غادي ندير دلتا دو تي فعندي هنا ها في اي هنا في اي زائد واحد، وعندي دلتا دو تي. ومن هنا غادي يقول بان هذه هي في اي زائد واحد ناقص في اي على تي زائد واحد ناقص تي. تذكروا هذه الطريقه هي الطريقه ديال التقطير. ومن هنا غادي يمكن له اننا نقوم بالوصول الى حساب السرعات انطلاقا من طريقه تكراريه. اذا غادي نكتبوا الى السطر العارضه الاولى لتطبيق هذه الطريقه، لتطبيق هذه الطريقة نتبع المراحل التالية، نتبع المراحل التالية على ما اللون نعود الدي دو في على الدي تي في دلتا دو في على دلتا دو تي مع هاد دلتا دو في هي في اي زائد واحد ناقص في. ثم نختار خطوة الحساب دلتا دو تي مع دلتا دو تي تساوي تي زائد واحد ناقص تي. تكون صغيرة قدر الإمكان. كلما كانت هذه الخطوة صغيرة كلما كانت كان الحل أقرب إلى الحل إلى الحالة الحقيقية. إذن نعود هذه المحلية، نختار واحد الزمن وبإمكاننا أن انطلاقا من هذه العريضة الثالثة باعتبار خطوة الحساب، باعتبار خطوة الحساب صغيرة جدا. يمكن باعتبار خطوة الحساب صغيرة جدا يمكن أن يكون يمكن أن نعتبر التسارع أي ثابتا ثابتا في المجال الزمني دلتا دو تي، في المجال الزمني دلتا دو تي. وتكون دالة السرعة وتكون دالة السرعة وتكون دالة السرعة عبارة عن مستقيم وتكون دالة السرعة عبارة عن مستقيم معامله الموجه معامله الموجه في هذا المجال هو اي. بمعنى ان اي تساوي في اي زائد واحد ناقص في اي على دلتا دو تي. وهذا غادي يعطينا علاقه اللي غادي نحتاجوها من العلاقات الاساسيه اللي غادي نعتمدوا عليها في هذا هي ان في اي زائد واحد غادي نضرب هذه في هذه وغادي ناخذ في اي اي في دلتا دو تي كتساوي في اي زائد واحد ناقص في اي ناقص واحد. ومن هنا غادي نخرج العلاقه اللي غادي نطبقوها لاحقا وان في اي
appointment في إيه بأن في أجا تساوي في زائد واحد ناقص أي في دلتا دو تي. في زائد واحد يمكن نكتب أو نكتبها العكس، ناخذ في زائد واحد في زائد واحد كتساوي هذه غادي نديها للجهة الأخرى هي أي في دلتا دو تي زائد في. دابا الآن نرجعوا للطريقة شوية، هذا هو الأداة اللي غادي نعتمدوها، غادي نعتمدوا عليها مقدارين. المقدار الأول إذن لحل المعادلة نعتمد على ألف المعادلة الزمنية شنو هي؟ داك دي دو في زد غادي نكتبوها دي دو في زد على دي تي زائد في ان على تو كتساوي ا صفر. شنو هاد المعادله؟ كيفاش غادي نكتبوها وفق طريقه اولى؟ هذه غادي تعطينا هي ا اي زائد في اي اس ان على تو كتساوي ا صفر، بمعنى ان هادو هما اللي غادي ناخذوهم الزوج او هاد النظمه هادي. عندي اولا ا اي زائد في اي اس ان على تو كتساوي ا صفر، وعندي في اي زائد واحد كتساوي هي ا اي دلتا دو تي زائد في. هذه هي الادوات اللي غادي نخدموا بها في هذا الحل ديال المعادلات الحل المعادله بطريقه اولى. قلت هي طريقه تكراريه، أنني كنبدأ المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة. شنو العمل اللي مطلوب منا؟ مطلوب منا أننا غادي ندير واحد الجدول، غادي نديرو اللحظة تي وغادي نحاول نحسبو في اي، وكذلك يمكن نحسب ا اي. هذه الطريقة اللي قلنا تكرارية وغادي يمكن لي ناخذ الحساب ديالها. لاحظوا أن في اللحظة الصفر دائما كنبداو في التي كيساوي صفر، غادي تكون عندي هنا في صفر شحال هي؟ غادي نعتبروا هاد في صفر ما غادي يمكنش نحسبها، كيقولوا لي بأن تطلق الكرية بدون سرعة بدئية، وبالتالي غادي ناخذ هنا صفر، غادي نمشي لأ صفر، غادي نجي لهنايا ونعوض في صفر بصفر، وغادي تبقى عندي ماذا؟ ا و ا صفر هي هذه القيمه، هذه هاد ا اللي عندي، هذه ا صفر تحدد انطلاقا ماذا؟ من المعطيات. متفقين؟ الان غادي نمر نحسب في واحد، وقولوا لي كيفاش غادي نحسب هذا في واحد؟ كيفاش غادي نحسب في واحد عند اللحظه تي واحد؟ غادي نجي فين عندي؟ غادي نعطي الاي صفر ياك؟ ها اي كتساوي صفر، غتعطيني في واحد كتساوي ماذا؟ ا صفر فاش دلتا دو تي زائد هنا في زيرو شحال هي؟ هي صفر. هاد دلتا دو تي منين غادي ناخذها؟ اما كيعطيوها لنا واما كيقول لي املا الجدول، كيعطيني تي واحد تي جوج تي ثلاثة تي أربعة تي خمسة إلى غير ذلك. وشنو غادي ندير؟ هي تي جوج ناقص تي واحد أو تي ثلاثة ناقص تي جوج إلى غير ذلك، وكنعرف مع هاد الملاحظات الخطوة ديالي شحال هي.
وكنملع هاد الجدول هذا في الامتحانات ديالنا. وفي البكالوريا ما كيعطيوناش الجدول كامل مملوء، كيعطيونا فقط كيعطيونا هذا الجدول هذا مملوء وموضعين فارغين، كيقولوا لنا حدد القيمة عند اللحظة دي 4 ولا دي 5 الى غير ذلك. لا العمل حنا غادي نديرو التطبيق. شنو غادي يقول لي؟ غادي يقول لي احسب في في 3 و 4. اذا غادي نجيب في 3 غادي نعطي الاي جوج. اذا ملي غادي نعطي الاي جوج كنحتاج ا غادي نحتاج ا جوج. ا جوج راه غادي يكون عطاوها لي، خصني نقراها من الجدول لان الجدول مملوء الا اماكن اللي ما عندهم كل شيء. اذا غادي نقرا ا جوج منين؟ من الجدول. وغادي نعوض وغادي في واحد غادي تكون هي في الجدول وغادي نحسب. ملي غادي نمشي الاكاتر كذلك غادي نشوف. حنا غادي نديرو التطبيق، واضح؟ اذا التطبيق وغادي ناخذو ان كتساوي واحد، ويمكن نرجعو فيما بعد ان كتساوي جوج بنفس طريقه الاشتغال. كانت ان كتساوي جوج ولا كانت كتساوي ثلاثة الى غير ذلك، فدائما نفس طريقة الاشتغال هو العام، فقط قد يكون عندنا الحساب شيئا ما معقد بدل ما يكون ان كتساوي واحد. متفقين؟ اذا غادي توقفوا في هذه العلاقات هادو وغادي نديروا التطبيق ديالنا 4 جوج تطبيق. إذا المعطيات ديال هذا التطبيق هي كالتالي. تطبيق المعطيات عندنا الشعاع ديال الكرية اللي غادي ندرسوها هو 1.5 مليمتر. غادي ناخذ الجي 9.8 متر سكون ناقص 2. غادي ناخذ رو ديال الجسم الصلب هي 2400 كيلوغرام متر ناقص 3. هذه ديال الكرية. غادي ناخذ رو سفر هي 950 كيلوغرام متر ناقص 3، وهذا هو زيت سائل الجليسيرين في هذه الحالة. هذه الجليسيرين شنو بقى لنا؟ داك الثابتة ك كتساوي 9.33 10 ناقص 2 وحدة عالمية. وقالوا لنا طريقة الآن هنا طريقة الحساب ذاك الخطوة دلتا دوتي كتساوي 1.5 10 ناقص 4. سبوم كلما كانت دلتا دوتي صغيرة كلما كانت النتيجة ديال هذه الطريقة هذه أفضل. كلما كانت دلتا دوتي صغيرة وطالبين منا تتم الدراسة داخل المجال الزمني من صفر حتى 21 10 ناقص 4 تالي.
نذكروا بالمعادلة شنو هي؟ شنو هي المعادلة اللي كانت عندنا؟ دي دو في. غادي نكتبوها هكا. دي دو في، دي دو في زد على دي دي زائد غادي ناخذوا عين كتساوي واحد على ك على طول كتساوي لنا اصل. في بعض الاحيان دابا الى خديناه كتمرين في الحقيقه شنو غادي يقولوا لنا؟ دابا ناخذوه كتمرين. بين عندنا الاول، بين ان المعادله التفاضليه، نديروا كتمرين ان المعادله التفاضليه تكتب على الشكل التالي. دي دو في، دي دو في زد على دي بي بلس بي بي كتساوي ا. ثم بين ان ا كتساوي 5.92 متر سكون ناقص 2 و ب كتساوي 2.75 10 أس 3 سكون ناقص 1. بعد ذلك غادي يطلبوا منا نملء الجدول. هذا الجدول اللي غادي يطلبوا منا هو هذا. ثانيا املاء الجدول التالي وعطينا تي 10 ناقص 4 ثانية وعطينا في لي 10 ناقص 4 متر سكون ناقص 1 وعطينا ا بوحدات متر ثانية ناقص 1. نبدأ من صفر 1.5 حتى 21. من هنايا بعد ذلك سيطلب منا التمثيل لهذه الدالة هذه. نبدأ بالسؤال الأول وراه الشكل لازال أمامنا هنايا. إذا هذه يمكننا نرجعوا لهاد نعاود نكتبوها مرة أخرى. إذا باش نوصلوا للمعادلة هذه ونكتبوا كيخصنا نمشي مباشرة لقانون نيوتن الثاني بأن المجموعة المدروسة هي الكرية والقوة المطبقة ممثلة قدامكم. غادي تكون عندنا اف ا زائد بي زائد اف كتساوي ال ا جي. اف ا قلنا هي ناقص رو ناقص رو في 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 جي رو. غادي نديرو هي شنو عطاونا رو صفر ديال نعم رو صفر زائد رو في 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 جي. وهنا ناقص ك في في نحملها من طرف ك كتساوي ام هي رو في في
ديال الجسم صافي في دي في جي افي ار جي. ملي نديروا الاسقاط غادي تعطينا العلاقه التاليه ونرتبوها كيف هي عندنا، هي دي دو في زد على دي تي زائد هاد كا على رو صفر على رو في في، وهنا في زد كتساوي لنا واحد ناقص رو زيرو على رو في ج. ومن هنا غادي نستنتجو بان ا كتساوي هي واحد ناقص رو صفر على رو في جي، و ب هي ك على رو في في. نطبقكم غير باش ما يوقعش الخلط، فبي نديروها ماجيسكول بالنسبه للحجم ونديرو في مينيسكول بالنسبه للسرعه. كيبقى لنا التطبيق العددي هنايا، التطبيق العددي ا كتساوي واحد ناقص رو صفر هي 950 على رو 2400 نضرب 9.8 بالآلة الحاسبة يمكننا كتعطينا 5.92 تقريبا. حنا نقولو أن أ ناقص إيه. تأكدي بنفس الطريقة نديرو ب كتساوي ك هي 9.33 عشرة ناقص 2 على رو هي 2400 في شنو هو؟ هو 3/4 مضروبة في بي في الشعاع 1.15 ناقص 3 سنحول إلى المتر وندير أس 3 نعم 4 على 3 كاترتيان بي ار 3. هنايا نديرو الحجم باش الحجم كيساوي 4 على 3 بي في ار اس 3 هذا حجم كرية. وغادي توجدوا هي بي كتساوي القيمة اللي عطاونا 2.75 10 أس 3 ثانية ناقص 1. الحجم ديال الكرية هو 1.41 هذا الحجم هذا 1.41 10 ناقص 8 متر مكعب متر مكعب يا 4 على 3 مضروبة في 3.14 مضروبة في 1.5 10 ناقص 3 الكل أس 3 صافي. الآن نطبقوا طريقة أولر لمن ذلك الجدول. خص يكونوا عندي، لاحظوا أن عندي السرعة وعندي التسارع، عندي مقداران متغيران، وبالتالي كيخصني معادلتان. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع لهذه المعادلة هذه اللي هي الدي دو في زد على الدي تي زائد ب زائد 2.75 وفي الحقيقة ملي كنديرو هادي راه بعد منها واحد الخمسة وحدة أخرى، يعني بالكالكولاتريس غادي يمكن لي نبدل هادي خمسة
في في زد كتساوي ا ليا 5.92. اولر كيقول لي ما تبقاش مكتوبه بهذه الصيغه هذه، شنو كتولي؟ كتولي ا اي، هذه الطريقه ديال اولر. كيقول لي كنكتبها ا اي زائد جوج، هنا اس فاصله 3 يعني كتعطيني هي جوج زائد جوج 7.55 في اي كتساوي 5.92. هذه اولر كيطلب مني انني هذه المعادله خصها تحويل كتابه المعادله، وانا قلت غادي اولر يجعل انني نكتبها هكذا. هذه المعادلة الأولى كتعتمد على المعادلة التفاضلية، الثانية منين كنجيبها؟ منين؟ التعبير ديال أ إي، هذه الثانية، أ إي هي في إي زائد واحد ناقص في إي على دلتا دو في. بعض الأحيان كيعطيوها لنا، كيعطيونا العلاقة هذه، إذا كيمكن لي نكتب هي في اي زائد واحد كتساوي ا اي دلتا دو تي بلس في اي. يلا قولوا الان شنو خصني ندير؟ هادو هما الشيئان المهمان او المقداران المهمان لي هذه المعادلة هذه، خصو يكونوا مع بعضياتهم. نعم، إذا عند اللحظة التساوي، عند تي كيساوي صفر، راه حسب المعطيات في صفر كتساوي صفر، و أ صفر كتساوي، كنرجع لهنايا، هذه أ صفر كتعطيني هي 5 من جيل هنا، عند اللحظة التساوي، هي أ صفر زائد 2755 فيصل كتساوي 5.92، فيصل كتساوي صفر، يعني أ صفر كتساوي هذه القيمة هذه هي 5.92 متر سكوند ناقص 2. عند تي واحد اللي كتساوي دلتا دو تي اللي كتساوي خطوة، الخطوة شحال هي؟ 1.5 10 أس ناقص 4. إذا عند اللحظة تي واحد واحد فاصلة خمسة عشرة أس ناقص 4 ثانية، شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب، غادي نجي لهنا أ واحد لهذا، عندنا في اي زائد واحد كتساوي ا اي في دلتا دو تي زائد في. اذا في واحد غادي نعطي الاي كتساوي صفر، شنو غادي تعطيني؟ غاتعطيني في واحد كتساوي ا صفر في دلتا دو تي زائد في صفر. نديرو تطبيق عددي، في واحد كتساوي 5.92 1.5 ناقص 4 زائد صفر، شحال غادي تعطيني القيمة؟ القيمة اللي عندي هنايا هي 9.18 ناقص 4، لا لا شحال؟ 88 ومن بعد 8 هي 8.9. نعم، هاد 8.88 ماخذوها هي 8.9
10 ناقص 4. اذا غادي نقولوا هنايا في 1 هي 8.9، 10 ناقص 4 مال 6 ناقص 1. هذه اللحظه تي 1 خصنا ا 1 حساب ا 1 منين غادي نجيب ا 1 ديك العلاقه فين هي في 1 كتساوي شوف المعادلة من منين ا 1 خرجها منين في 2 كتساوي ا 1 تجي لهذه المعادله هذه في 1 في واحد هترجع في واحد خرجناها خصنا نجي لهنا ال ا واحد هذه من المعادله ا اي زائد جوج سبعه خمسه خمسه في اي زائد كتساوي لنا 5.92 ياك نديرو ا واحد تساوي ماذا هي 5.92 ناقص جوج سبعة خمسة خمسة في واحد في واحد هاي حسبناها غادي تعطينا هي 5.92 ناقص جوج سبعة خمسة خمسة مضروبة في 8.9 10 ناقص 4 وبالآلة الحاسبة تعطينا 3.47 تقريبا 3.47 مال سكوب ناقص اثنين مفهوم؟ إلا مفهوم غادي نطلب شي واحد منكم قلت لك عطيني دابا باغي اللحظة تي جوج وانت اللي غتعطيني كل المعطيات عند اللحظة تي جوج شنو خصني نحسب؟ في جوج يلا قول لي منين غادي نجيب في جوج؟ نعم نعطيو الاي واحد اي كتساوي واحد اذا في جوج كتساوي ا واحد درت هذه تي زائد في واحد ا واحد هايدي عندنا في واحد عندنا ونحسبه من بعد سنمر ا جوج منين غادي نجيبها؟ من المعادلة هذه أجوج ناقص جوج سبعة خمسة خمسة في جوج كتساوي 5.92 من هنا غادي نخرج أجوج واضح ربما في المجموعة إلا غادي تلاحظوا راه أرسلت واحد الورقة ديال التمارين هو عبارة عن تمرين موضوعاتي حاولوا تفكروا فيه صحوا في الحصة المقبلة إن شاء الله صافي نفس حركة كوريا في سائل لزج كل الاسم ديالي إلى معايا نعم